ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. أول اليوم رح ناخذ درس طاعة الوالدين. طاعة الوالدين يعني الإحسان إلى الوالدين وبرهما وإطاعتهما في كل شيء يريدان. قال الله تعالى سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن أمرنا الله بطاعة الوالد، بطاعة الله أول شيء، وثاني شيء طاعة الوالدين. طاعة الوالدين تؤدي إلى دخولنا إلى الجنة، طاعة الوالدين نحصل على الحسنات من الله سبحانه وتعالى. يجب الدعاء للوالدين في كل وقت: ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. الدعاء لهما: ربي اشفي والدي، ربي ارزق أمي، ربي احفظ لي والدي، ربي احميهما من كل شر. هذا الدعاء يحمي والدينا من كل شر. إذن الدعاء للوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما هو أمر من الله سبحانه وتعالى. أما عقوق الوالدين أن نقول لهما أف أو لا أريد أو أنهر أو أصرخ في وجههما، هذا الكلام نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. إذا لا تقل لهما أف ولا تنهرهما حتى لا تحصل على السيئات وتدخل إلى النار. طاعة الوالدين هي التي تؤدي بنا إلى دخولنا الجنة. وثاني شيء بعد عبادة الله طاعة الوالدين. لاحظ هون في الصورة الأولاد بيساعدوا الأم والأب في تحضير الطعام في الصورة الأولى، إذا تصرفهما صحيح. شوف الصورة الثانية، دخلت ماما على الغرفة، شافت الأغراض والليجو والألعاب كلها مكركبة على الأرض، طلبت من ابنها يساعد في ترتيب الغرفة. شوفوا كيف تنمر وتذمر وحكى أنا ما بدي أساعد، ما بدي أضبط. هذا الكلام لا يجوز. زي ما بتوسخ بدك ترتب، أي إشي ماما بتحكي عليه بدك تطيعه وتسمع كلامها. إذا الصورة الأولى تصرفه صحيح، الصورة الأولى كان تصرفه صحيح، الصورة الثانية كان تصرفه خاطئ. ليش؟ لأنه ما سمع كلام ماما ورتب الغرفة. تعالوا نشوف الصورة الثانية. الصورة الثانية بدنا نشوف مين الصورة الصحيحة ومين الصورة الخاطئة. أول شيء بابا وماما راحوا على المزرعة حتى يلقطوا الزيتون عن الشجر. شوف الأولاد كيف بيساعدوا ماما وبابا في تلقيط الزيتون، بيساعدهم حتى ما يتعبوا ولا يحسوا بالتعب أو الملل. إذن الصورة الأولى صحيحة. شوف الصورة الثانية، ذهبت أمي إلى شراء الخبز وبعض الحاجات من السوق وأخذت معها ابنها. شوفوا الولد كيف حامل مع أمه الأكياس حتى الأم ما تتعب، إذن هذا كمان تصرف صحيح. شوفوا الصورة الثالثة، الولد لعب بالألعاب وماما لعبت، ماما بتنظف في الغرفة وبتكنس فيها، إجا هو زي الولد الشاطر لم الألعاب وساعد ماما في تنظيف الغرفة. إذن هذه كلها تصرفات صحيحة. قام الأولاد بمساعدة أبوهم في تلقيط الزيتون، وساعد الولد أمه في حمل الأغراض، وساعد الولد أمه في تنظيف قلب الغرفة. إذن أحب أمي وأطيع أبي وأمي، أحب أمي وأبي وأطيعهما، هذا هو بر الوالدين وطاعة الوالدين. ما لازم نحكي لهم أف، ما لازم نغلط عليهم، ما لازم نسيبهم أي إشي ماما وبابا بيطلبوه، لازم نرد عليهم ونطيعهم حتى نفوت الجنة. إذا أنت حاب تفوت الجنة اسمع كلامهم وبرهم وادعو لهم، إذا أنت حاب تفوت النار اضربهم، سب عليهم، احكي لهم أف. هذا اسمه عقوق الوالدين اللي إحنا كلياتنا ما بنعمله. إحنا كلنا بنساعد ماما وبنرد على بابا في كل إشي.